والسلام على رسول الله وآله وصحبه مولاي صاحب الجلالة والمهابة حامل الملة والدين أدام الله عزكم وعلاكم نعم سيدي أعزكم الله بعد تقبيل يديكم الكريمتين وتقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء يتشرف خديمة الأعتاب العلوية الشريفة رئيس جمعية جهات المغرب ووزير حكومتكم في الداخلية بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة المشاركين في فعاليات هذه المناظرة أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والوفاء والتشبت بأهداب العرش العلوي المجيد معربين لجلالتكم عن خالص الشكر والامتنان لرعايتكم الشريفة التي أضفيتموها على هذه المناظرة لقد تميزت أشغال هذه المناظرة يا مولاي على مدى يومين بالنقاش العميق والرصين والحوار البناء والهادف الذي أبان عنه كافة المشاركين مما يعكس روح المسؤولية والانخراط التام لجميع الفاعلين المجندين وراء جلالتكم من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كمشروع مجتمعي مهيكل وورش إصلاحي كبير يتوخى تعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية ساعين من ورائكم يا مولاي إلى جعل الجهة على رأس القافلة التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن العيش الكريم لجميع رعاياكم الأوفياء واستلهاما يا مولاي من توجيهاتكم النيرة الواردة في الرسالة السامية التي تفضلتم بتوجيهها للمشاركين في افتتاح أشغال هذه المناظرة فقد حرص المشاركون على جعل هذه المحطة لحظة للتفكير وتقاسم الرؤى وتقديم اقتراحات الكفيلة بتعزيز مسلسل الجهوية المتقدمة الذي ارتأيتم فيه يا مولاي خيارا استراتيجيا من أجل تنمية مندمجة مستدامة مما نتج عنه توصيات ستشكل مما لا شك فيه منطلقاً للتأسيس لمرحلة عمل جديدة من شأنها إضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة وروح المسؤولية في تنزيل هذا الورش الحيوي بأهدافه الكبرى والمتمثلة أساساً في تخويل الجهة مكانة الصدارة في قيادة السياسات العمومية وتخطيط البرامج والمشاريع التنموية وجلب استثمارات وتوفير فرص الشغل. وتقليص الفوارق المجالية أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين ولشعبكم الوفي المتعلق بأهداف عرشكم المنيف ومتع ومتعكم برداء الصحة والعافية وحقق على يدكم ما يصبو إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدد وأقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله ورعاه وشد عضدكم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه انه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته وحرر باكادير يوم السبت 24 ربيع الثاني 1441 الموافق ل 21 دجنبر 2019 الامضاء خديمة الاعتاب الشريفه عبد الوافي الفتيت وزير الداخليه ومحند العنصر رئيس جمعيه جهات المغرب